الو، ايوه، ممكن اعمل اوردر؟ ايوه يا فندم. الاسم شنب الفنان احمد عبد العزيز. العنوان 22 شارع البطل، شنب احمد عبد العزيز. برضه عاوز 5 فراخ بانيه، بس مش عايز مايونيز والنبي عشان بيمسك فيا. طيب بس بسرعه والنبي عشان جاي ضيوف. شكرا، السلام عليكم. معاك شنب يوسف شعبان. اهلا يا سيد يوسف. شنب عزة العلايلي. اهلا وسهلا يا فندم. شنب كمال ابو ريا. ازيك يا شنب كمال ابو ريا؟ الحمد لله. عامل ايه يا شنب كمال ابو ريا؟ الحمد لله. اخبارك ايه يا شنب كمال ابو ريا؟ الحمد لله. انا النهارده جماعكم عشان احنا لازم ننفصل عن الوشوش اللي عشنا عليها سنين. ادينا لهم كل حاجه، الكاريزما والفلوس والشهره، وما خدناش منهم غير بواقي الاكل والبرابير. تعبني ليه اوفر كده؟ ما انا شنب احمد عبد العزيز لازم ابقى اوفر. مستني منه ايه؟ حد قال لك انه شنب رشدي اباظه؟ لا لا لا، ده كلام خطير. انا ما 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 اقدرش. ما تقدرش ايه يا شنب ابو ريا؟ انا اسف. ما تقدرش تعمل ايه يا شنب ابو ريا؟ انا اسف. ايه اللي ما تقدرش تعمله يا شنب ابو ريا؟ على فكره انا مع كمال شنبا وموضوعا. مع كمال في ايه يا شنب عزه؟ لا بقول لك، انت تعمل معايا زي ما بتعمل مع ديك بالجزمه. اما انت قليل الاصل صحيح فعلا، ان كنت عزيز ما كنتش طلعت في وش احمد عبد العزيز. انا عشت احلى ايام حياتي مع عزت. عملنا كل حاجه مع بعض، بص نموذج مع بعض، وعملنا بص ده حتى وهو فرعوني ما تخلاش عني، كان أول واحد يعمل فرعوني في تاريخ السينما بالشنب. تتكلم في إيه يا راجل؟ أمال لو كنت طلعت في وش عادل إمام كنت قلت إيه؟ لا 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 لا، وبعدين اللي إحنا بنعمله ده كده بنقطع أرزاق، الناس دي لو سبناهم هيقعدوا في بيوتهم. لا! لا يا شنبات البلد، لا! في قامات كبيرة نجحت ووصلت من غير لا شنب ولا دقن. هاني شاكر أمير الغناء العربي ونقيب الموسيقيين. املس اهدوا بس ونتكلم بالعقل. في المثال اللي قبل كده في شنب نجح في الانفصال، احنا نكلمه ونعرف عمل ايه. الو 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 ايوه، اكلم شنب الحضري من فضلك؟ ايوه ايوه ايوه، انا شنب عصام الحضري سابقا، بس يعني حصلت مشاكل كده يعني وانفصلنا. ايوه ايوه، ما انا بكلمك عشان كده. ده شنب الحضري طلع فلاح مش الحضري، احنا ظلمناه. بسم الله الرحمن الرحيم يا كابتن. يعني مين معايا؟ معاك شنب يوسف شعبان، ومعايا هنا خبرة شنبات البلد، وعايزين نستفيد من خبرة سعادتك في الانفصال. ايوه يا كابتن، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني شوف يا كابتن، انا قضيت احلى ايام حياتي معاه. ياما اتشطت في وش كور وانا اللي لبستها. ويعني يا كابتن، يعني سنين وانا بخدم تحت انف كابتن حضري يعني وما اشتكتش. طب وانت بتعمل ايه دلوقتي؟ ثواني بس عشان السبيكر. ايوه بسم الله الرحمن الرحيم يا كابتن. يعني انا شغال دلوقتي في وش راجل ابن حلال كده، شغال تاجر خضار كده عندنا في كفر البطيخ. بس بسم الله الرحمن الرحيم، يعني الاشياء بقت معدن من ساعه ما عملنا ريونيون. طب مع السلامه انت. بسم الله الرحمن الرحيم يا كابتن، مع السلامه. ها؟ قال لك ايه؟ تجربه شنب الحضري تجربه عظيمه ومبشره، لازم كلنا نعمل زيه ونحط ايدينا في ايدين بعض. ايوه، لازم نحط ايدينا في ايدين بعض. يا اخي انا على ابو فرحتك. كل شنب بيسلم نفسه، المكان كله محاصر. ايه ده؟ مين اللي بلغ عننا؟ مكان الحلاقه في كل مكان. روحنا في ضايه، روحنا في ضايه. اهرب يا شباب الكمان يا ابو ريان. حاضر حاضر، اهرب بسرعه يا ابو ريان. حاضر اهرب يا شباب الكمان يا ابو ريان. امي بقى عايز اهرب. وقتوا يا شنبات. حبل المشنبه مستنيكم. هو قال ايه؟ هو قال حبل المشنبة؟ قال حبل المشنبة. ضيع الحلقة في الإفيه. مش لاعب أنا، مش لاعب. حبل المشنبة؟